ينضم إلي مراسل الغد من الإمارات عبد الله الزعبي. عبد الله، إذن كيف هي الحياة؟ كيف تبدو الحياة بعد هذه العودة للوزارات والقطاعات الحكومية وإن كانت بنسبة 30% في يومها الأول؟ نعم، بالفعل يعني هذه العودة تأتي بعد يومين من تخفيف ساعات الحظر أو تخفيف ساعات برنامج التعقيم الوطني الذي كانت تتبعه دولة الإمارات في مكافحتها لانتشار فيروس كورونا. اليوم بدأت أو بدأ بالعمل بالقرار الذي اتخذته إدارة الأزمات والطوارئ في دولة الإمارات في بعودة العمل في القطاعات الحكومية بنسبة 30% في جميع إمارات الدولة، على أن يلتزم جميع الموظفين وجميع المراجعين لهذه الدوائر بالإجراءات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا بين الناس. أيضا إمارة دبي كانت مختلفة نوعا ما عن باقي إمارات الدولة الستة، حيث عاد 50% من الموظفين إلى وظائفهم أو إلى مواقع عملهم ومكاتبهم لمزاولة عملهم بشكل طبيعي. هذه النسبة ستتزايد حتى تصل إلى 100%. أيضا في باقي إمارات الدولة ستتزايد النسبة من 30% حتى تصل إلى 100% حسب ما تراه إدارة الأزمات والطوارئ في دولة الإمارات. وفي إمارة دبي تحديدا تم تحديد موعد وهو 14 من يونيو المقبل بعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم، لكن يستثنى طبعا من هذا القرار النساء الحوامل أو بعض الفئات مثل النساء الحوامل، كبار السن، أيضا من يعانون من أمراض مزمنة، ومن الأمهات اللواتي يعلن أطفال سواء في الحضانة أو حتى لغاية الصف التاسع في المدارس. هذه الفئات مستثناة من هذا القرار، لن تعود إلى العمل وستستمر بالعمل من البيت أو عن بعد في من خلال هذه الدوائر. طبعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحافظ على سلامة وأمن المجتمع هي شيء أساسي من خلال هذه العودة. هذه القرارات تأتي في ظل عودة أو عودة دولة الإمارات بشكل كامل ودبي تحديدا إلى الحياة الطبيعية التي كانت عليها سابقا، خصوصا أن يعني دبي، نتحدث عن إمارة دبي، تعتمد اعتماد كبير على التجارة وتعتمد أيضا على السياحة وبعض الأمور الأخرى غير النفطية، لذلك كان لابد من هذه العودة، كان لابد من التعايش مع فيروس كورونا، لكن وفق الإجراءات الصحية التي تمنع انتشار هذا الفيروس بشكل أكبر. نعم، من إمارة دبي مراسل الغد عبد الله الزعبي، شكرا جزيلا لك.